السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سعد موسى من قناة ساحر مستديل ساحر مستديل فوتبول. الآن سوف أشرح لكم أفضل موقع لمشاهدة قناة بي إن سبورت مجانا وبدون تقطيع. هنخش طبعا على جوجل كروم وهنجيب الرابط دوت، ناخده كوبي، يلاصق عنوان URL، نقول اسكيب ادوات خط الاعلانات. طبعا الموقع ده اسمه موقع يلا شورت، كل الموقع باللغة العربية. هنا بيقول لك طبعا دي المباريات، مباراة واحدة اللي جاية الان، مجرد بس هندوس شاهد المباراة الان هيجيب لنا البث المباشر بتاعها. مشكلة الموقع بس في نوافذ منبثقة. الطريقة لو تتذكرون من سنوات قليلة طبعا المباركين هو كيف البث فعلوا في مباشر اهو مقابلة ريال من غير ما يكون في تقطيع. بنفس الأسلوب وبنفس الطريقة ومن نفس المكان يعيد الكرة مرة أخرى أمام نادي الوداد هو البيضاوي. مفيش تقطيع هل خالص في تكون الفيديو. مباراة الصمود مباراة الموسم يا الحسيمة؟ عنوان مباريات الغد، كل دي مباريات الغد او بكرة، مباريات الامس او امبارح مباريتين. هندوس شاهد الاهداف، الاهداف بالاتش دي كمان. طبعا هي دي الاهداف، يمكن عشان لاعب الاتش دي بيقطع شويه. وده كان موقعنا النهارده. اذا عجبكم الفيديو ارجو ان تشتركوا في القناه وان تعطوا لايك حتى يصلكم كل جديد. كان معكم سعد موسى، الى اللقاء.